الاخبار كده بنجهز ايه الايام ان شاء الله في فيلم قريب ان شاء الله كوميدي ان شاء الله ما تقولي عمال تبص كده ايه يا طارق برضو اديني شويه تفاصيل فيلم كوميدي ان شاء الله يعني يا رب قريب ان شاء الله بس يعني المفروض ما نحرقش اي تفاصيل بس ان شاء الله قريب قوي ان شاء الله كده يدونا البرميشن ونقول على طول ان شاء الله والمسرح طبعا كانت تجربه ناجحه جدا طبعا فهمي نظمي رسمي رسمي فهمي نظمي بالظبط الاسم دايما دايما يعني يوم ما كنت عندكم برده في الكواليس عمال بيروح مني هو الفيلم على طول الاسم بيلخبط فعلا وده كان مقصود بالاسم ده يعني ان هم الثلاثه بيتلخبطوا في بعض مين النهارده كان معاك على الريد كارب مراتي ربنا يخليلكش سو كيوت ربنا يخليك تسلم بس هي حرام واقفه مستنياك عقبال ما تخلص دايما كده الزوجات الفنانين بيتعبوا والله سبيشلي كمان يوم الافتتاح حرام يبقوا واقفين لغايه ما انتوا تخلصوا لا والله بالعكس ده يعني الواحد بيبقى ربنا كرمني بيها الحمد لله بجد والله تحب تقول لها والله ربنا يخليك ليا تعبك معايا طول الوقت حتى دلوقتي